بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين وفقرة قضايا المجتمع المصري. في البداية بنقدم مناشدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى ومرات عديدة إلى أن ننظر في قضية الناس اللي هي العالقة. طبعا بيبعتوا لنا كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله عن قريب يرجعوا إلى أرض الوطن سالمين. في حاجة معانا النهاردة، كان هيبقى معانا نجم نجوم عالم سمسم عم جرجس، طبعا كلنا فاكرينه أكيد، وهيشرفنا إن شاء الله في حلقات قادمة أخرى. النهاردة بس بنقدمه، عنده ظروف طارئة تعزية، فبنقدم له على الهوى التعازي. بنرحب بضيوفنا الكرام النهاردة، حلقة متميزة جدا. معانا المخرج المعروف الأستاذ باسم عبد الرؤوف، أهلا وسهلا بحضرتك. معانا شاعرة بورسعيد الأستاذة فاتن متولي، أهلا وسهلا بحضرتك. والموهبة الواعدة الأستاذ ياسر ياسين، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. النهاردة بنوجه السؤال الأول يا أستاذ باسم، في ظل الظروف الحالية عايزين نعرف دور الفن في الارتقاء بالأسرة والمجتمع النهاردة، إيه دوره في ظل الظروف الحالية؟ هو أنا مع حضرتك السؤال، بس هو طبعاً مش هنقول الارتقاء بعد الترحيب طبعاً بحضراتكم، شرفتونا ونورتونا، شرفت الدنيا كلها. إحنا السؤال يبقى شكله معنا الأستاذة شمس كمان نرحب بيها زميلتي شمس المصري النهاردة، هي كانت بتيجي في فقرة مستقلة، فالنهاردة معنا فقرة إن شاء الله. أنا جيت النهاردة سبب ليا إن إحنا نضم الفقرتين، حبينا نعمل فقرة مجمعة الفقرتين لسبب الأستاذة صفاء معاها ما شاء الله، الاستاذ باسم والاستاذه فاتن والاستاذ ياسر، فما ينفعش ان انا اطلع بحد تاني غير ما شاء الله المواهب الجميله دي. ان شاء الله حلقه حلوه بيكم كلكم. بس استاذن حضرتك، بس حضرتك بدات اللقاء بمناشده لفخامه الرئيس. انا عايزه اقول حاجه، فخامه الرئيس عمل حاجه انسانيه جدا جدا، ان فخامه الرئيس اصدر عفو عن الغارمات بالسجون، فانا بتوجه له بالشكر. زي ما بنقول مناشدات وبنقول حاجات كتير، لا احنا لازم نقول لحضرتك شكرا لحضرتك طبعا. انسان ورئيس جمهوريه، ربنا يبارك في عمرك ويديم يا رب علينا يا رب. ان حضرتك تكون موجود في حياتنا دايما حاسس بينا، ربنا يديمك في حياتنا نعمه ان شاء الله. كل المصريين في الداخل والخارج طبعا ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله. اتفضل يا استاذ باسم، طب عليك السؤال برضه. انتوا جايين تتعرفوا على بعض النهارده، فخلاص خلوا الحلقه معاكم، مفيش مشكله. يعني انا ممكن اخد الضيف ونمشي عادي جدا. لحضرتك منورنا طبعا، والحلقه كلها جميله لانها عن الفن على فكره، فاحنا سعداء. هو عامه تلاقي طبعا الاستاذه فنانه وصديقه وزميله، والاستاذ فنان طبعا، فهتلاقي انتوا قاعدين مع فنانين الاعلاميين دايما بياخدوا الكارير اللي هو عشان كده على فكره، لكن الفنانين بيفكوا. يعني انت لسه هتسمعي شويه شعر، هتسمعي ان شاء الله. السؤال بقى، نرجع نقول السؤال. ايوه، انت حضرتك كنت بتسالي دور الفن بالارتقاء في المجتمع. انا مش عايز اقول كلمه الارتقاء بالمجتمع. ليه؟ لاني كده بقول للمجتمع بتاعي انت ما تعرفش حاجه، انت مش مرتقي، واحنا بنقلل من المجتمع. يعني مع احترامي ليك، هو مين اصلا اللي بينجح الفن؟ المجتمع. والمجتمع يبقى ازاي انا اقول الارتقاء بالمجتمع؟ يعني نعكس الموضوع، احنا ممكن نقول دور الفن وتاثيره على المجتمع او على الاسره والمجتمع. السؤال ده كان بتاعي يا استاذ باسم، وحضرتك استعجلت وقلت لا، ما انا مش هينفع ارد على الاستاذه صفاء في سؤالها يعني كده. لا انا ما ينفعش، مع احترامي ليكي، احنا برضو يعني في مشاهدين اكيد طبعا بياخد فانت يعني انت عارف ان انا فنان ومخرج، فالكلمه بالنسبه لي يعني حتى الشاعره لما بتحس الكلمه بتقولها أكيد او بتوزنها طبعا. فهي طبعا تمام طبعا. انت حضرتك كنت عايز تقوليها كده، بس انت قلتي الاسره والمجتمع. احنا ممكن نعكس نقول ارتقاء بالفن، وكمان حضرتك ممكن نقول دور الدراما في المعالجات الحياتيه. الارتقاء بالفن، ما تقلقش كله جاي لك انا هجاوب عليه. الارتقاء بالفن، اصل بص اقول لحضرتك حاجه، احنا دايما كلنا بنصالح لبعض
اكيد يعني بنكمل بعض. يعني بعض. انت حضرتك مثلا ممكن اقول تعبير مجازي تمام مش في السياق حضرتك لا كذا وممكن يبقى في الوسط احنا كلنا في الاخر بنعمل ماده نوصلها للمشاهد طبعاً. بس المشاهد قاعد مركز معاك ده متلقي واعي النهارده طبعاً. في ثقافه وبقى في ذوق بالظبط. نرجع بقى للمرجوع انت حضرتك بتقولي ان دور الفن مؤثر جدا من ضمن الحاجات الكثيره جدا اللي بتوصل للمشاهد طبعا للطفل عالية. لكل فئات المجتمع لكل فئات بتاعه المجتمع الطفل والشباب الطفل دلوقتي اكتر واحد بيقلد ده صحيح تمام صح اي حاجه بيشوفها الطفل بيقلد اعمى انا طبعا مش انا يعني في كلام كتير ممكن نقوله بس يعني مش هيبقى فيه اسقاطات يعني ممكن تلاقي طفل وطفله تيجي نلعب عريس وعروسه اكيد ده بتسمع واكيد المشاهد طبعا عارف ان ده ما مش انت واخد بالك بس هو بيسمع انا النهارده بصدر للطفل ايه من خلال الشاشه اللي شافه يعني انا عايز اقول فين الاعمال يعني احنا كنا ايام صوت القاهره والتلفزيون كنا بنعمل مسلسلات اطفال خاصه بالاطفال كنا بنعمل كده يعني كان انا افتكر مسلسل انا عامله زمان كان مع الدكتور خالد بهجت كان اسمه غابه الاصدقاء تمام مسلسل جميل جدا وكان فيه الفه وكان الاطفال الممثلين مع النجوم الكبار يعني انا افتكر كنا عاملين مشاهد سيرك وحصل ان حصل ضروب البرنامج ده على فكره انا فاكره ان المخرج طلب على الهواء 250 طفل يا كده يا هيحصل دروب للعمل اطفال كبير ف 250 طفل بس انا طبعا جبت 250 طفل على الهواء والحمد لله التلفزيون ما خسرش يوميها لا بالعكس كان بيأدي دورهم كويس على فكره وكان في رساله في اعتقد فعلا. كده يعني كنتوا بتوصلوا رساله بالعدد اللي بتجيبوه بالفعل وليهم دور طبعا يعني استاذ تسمح لي استاذ باسم دلوقتي في ظل الظروف اللي احنا فيها انتقاء المواهب دلوقتي بالنسبه للطفوله بتعتمد على ايه؟ يعني هي ملهاش معايير قوي بس دايما بتبقى فيها مشكله ان الاهالي ما بتوديش اطفالهم لو عندهم الموهبه يعني حضرتك عندك بنتك عندها الموهبه يسقلوا الموهبه فانت ما بتاخديش طفل فعارفه ان هو بيحب التمثيل فتبتدي تتوجهي بيه الا اذا مثلا انا عايز اطفال فببتدي اقول يا جماعه انا عايز اطفال انت واخده بالك عن طريق نشر الخبر فهنا هنا الام لما بتسمع تقول ايه ده صدق ابني مش عارف ايه عايز. لا هنا متابعه الطفل ممكن تحددي الموهبه بتاعته تمام فتبتدي توجهيه من نفسهم يعني دلوقتي يعني في اعداد كبيره جدا عامله الموضوع ده مش في كل الحاجات مش في كل الامور يعني للاسف يعني فعشان كده تلاقي حته جزئيه الطفل مفقوده شويه الا اذا طفل بقى نبغه وبتاع فيبتدوا يقولوا لبعض فمش عارف ايه يعني انا كنا بنكتشف الاطفال من كده الاعمال الفنيه والدراميه فيها منها السلبي وفي منها الايجابي. يعني احنا في رمضان شفنا مسلسل يمكن داخل في جزئيه التوعيه شويه الانتماء شويه مسلسل الاختيار. اللي بيحكي قصه الشهيد احمد المنسي. يعني عايز اقول لك ان انا بقيت اشوف الناس على الفيسبوك بيتكلموا عن الحالات بيقولوا والله ده النهارده حصل كذا كذا ما كانش فيه الكلام ده. في نقطة صغيرة بالنسبة للشهيد أحمد المنسي برضو حاجة يعني ربنا جبر الخواطر حاجة كبيرة قوي عند ربنا لما رئيس الجمهورية لتاني مرة لازم برضو شيء بشيء يذكر يجبر بخاطر حمزة ابن الشهيد أحمد المنسي وياخده من إيده ويروح يفتتح بيه الكوبري العائم لا ده احنا بنقول لمعاليك إنجاز تعظيم سلام تعظيم سلام لفخامة رئيس الجمهورية طبعاً. الإنسان اللي بمعنى طبعاً. الكلمة بيدلنا دفعة قوية ان احنا لازم حتى لو كان شهيد رحمه الله ابنه هيكمل مسيرته خطوة ده المغزى من الخطوة دي ابنه هيكمل مسيرته بطل اللي هو رئيس الجمهورية بيشجع ابن البطل رحمه الله احمد المنسي باذن الله بالفردوس الاعلى وبيأهل البطل الجديد اللي هو الطفل حمزة ان هو يحذو حزو ابيه ان هو يكون ان شاء الله باذن الله في نفس المنزلة باذن الله فاسمح لي كان لازم ان انا اقول دي لا مع طبعًا. كلام حضرتك شيء مش هيذكر اتفضل كمل حضرتك بس فهو هي المشكله ان احنا بقى عندنا اذواق في الفن
غير لما تيجي تكوتي زمان تيجي تتفرجي على حفله لام كلثوم الاجيال بتاعه الستينات والسبعينات هتلاقي هتلاقي كمان حتى كم المسرح مش موجود المسرح غاب الاعمال الفنيه غابت ممكن يكون في حاجات كتير يمكن الناس المواطن العادي ما يعرفوش ممكن حاله اقتصاديه الانتاج في انتاج بيشتغل عشان شغل تجاري حاجه معينه يعني انا جيت عملت التجربه ودي الحمد لله ايدني فيها الروز اليوسف وايدني فيها كل الوكالات وكل لما جيت قلت ان انا هعمل حاجات فنيه بس توعويه يعني اعمال فنيه فيها رسائل بالظبط بتؤدي رسائل كلام حضرتك ده اللي كان الاستاذ صفاء بتساله السؤال الاولاني خالص الاستاذ صفاء سالته لحضرتك هو الاجابه اللي حضرتك قلتها دلوقتي ان احنا يعني معنى الكلام نبرز الايجابيات الموجوده ونشوف السلبيات اللي احنا نحاول نطور منها تتحول لايجابيات في اي حاجه حتى وان كانت في مجال الفن اذا كان مسرح او تلفزيون او اذاعه اي حاجه كله بيصب في منبع في الفتره اللي فاتت بيتردد على السوشيال ميديا هجوم على الفن برضو احنا ما ينفعش نقلل من الفن وعلى فكره عندنا فنانين عظماء وفنانين اقوياء جدا فما ينفعش نقلل من الفن لكن دور الاسره هنا مهم جدا دور الاسره في مراقبه الطفل بيتفرج على ايه لان يا جماعه لازم ما ينفعش الطفل يبقى مفتوح له كل حاجه وما ينفعش ان أكيد انا في كنترول طبعا تمام طبعًا. لان انا قلت لك النهارده لما نسمع اغاني المهرجانات انت هتقدري تمنعيها لو منعتيه من النقابه وزي ما اتخذ اجراء من النقيب هاني شاكر تمام نقيب الموسيقيين هيطلعوا له من على اليوتيوب تمام بالظبط يا جماعه الدنيا بقت مفتوحه لا مواقع الدنيا بقت مفتوحه لازم نحترم الشباب بصوا في شباب نحترم العقليه هقول لحضرتك حاجه هو 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 مش هقول اسمه سكر محلي محطوط على كريم بس مش هقول اسم معروفه طبعا لا انا مش هقول اسم انا عندي تكير ما قلتش اسم تمام ما ينفعش انا ما عندي تكير بس انا كشاعر لكن لكن طبعا كله دلوقتي لكن ليه بعد اذنك يا استاذ بس استاذنك معلش عقبت الاستاذه وقالت انا كشاعره عجباني اتفضلي بقى يا استاذ صفاء لا هم الفنانين الكبار على فكره برضو جابوهم قالوا بنسمعها في البيت واولادي بيسمعوها وبيجوا المجمع عجباكي امال احنا هنعمل ايه يعني كتيمه مختلفه يعني بالنسبه للايقاع ولا بالكلمات ولا بالاداء لا هي الاوفرتين نفسه جديد جديد يعني هو ذكاء الشاعر وذكاء الملحن معناه المطرب يتكلم عن الموسيقى التيمة الموسيقية مهمة جدا في الأغنية ممكن كلام جرايد يطلع يتلحن بلحن تحفة لا وعلى هوا الشباب على هوا الشباب وهو القاعدة العريضة الأغنية التيمة اللي أخذها المطرب أو المؤلف اللي كتب جديدة جدا جدا ويعني كل الاذواق وكل الاعمار اخذت عشان كده اخذت صدى وحبيت فيها اخذت صدى فيها خف الدم فيها خف الدم فيها دهشه فيها نوع من كميه المجامله للحبيب يعني ده سكر وكريمه يعني حاجات كده كلها مع بعضها ماشيه بقى الموجه اللي ماشيه طيب. فهي دي انما طبعا المهرجانات والكلام زي ما سياده المخرج بيتكلم فعلا حاجه مزريه جدا ان طيب نستمع ليها يعني. في سؤال لحضرتك هنا يعني بيخليني اقول حضرتك كنت في منظمه مؤسسه تعليميه تمام طب ايه اللي خلانا النهارده ما نهتمش بالانشطه الاساسيه الفنيه في المدارس ليه هقول لحضرتك حاجه يمكن المحليات او المحافظات الأول. المحافظات مختلفه جدا عن القاهره والاماكن اللي هي فيها الزحمه يعني فمش عارفه يعني تحسي بيقولوا لي ما فيش مثلا موسيقى في المدرسه ما فيش حتى التربيه الرياضيه الحصه اللي بياخدوها مثلا ما فيش زي الاول لا بينزلوا ولا الالعاب لا يعني انا بتكلم كانت الاول اللي كان في اشتراك بين المدرسه وبين اصول الثقافه لما بيظهر موهبه في المدرسه كانت اتفضلي بقى على قصر الثقافه واحنا هندعم ان شاء الله وجودك في قصر الثقافه انا بتكلم انا عن المحافظات المحليات الصغيره معلش في المدارس بتبقى فيها اهتمام دلوقتي ما فيش اهتمام لا انا بتكلم المحافظات الصغيره فيها اهتمام كبير جدا على فكره يعني في كل لحظه او في كل مناسبه المدارس بتهتم جدا اذا كان مسرح موسيقى رسم بنعمل معارض
في كل المجالات، انما يمكن القاهره الكبرى نتيجه الازدحام والعدد الكبير في بعض المدارس، ففعلا ظاهره معروفه جدا ان ما بقاش الموضوع ظاهر للناس قوي يعني في التربيه والتعليم. اعتقد في المحافظات، المحافظات الصغيره اللي هي متعوده ان هي تهتم بالتراث وتهتم بالاعياد القوميه والاعياد المحليه والحاجات اللي هي بتبقى اساسيات عندها، بتحب قوي كمدارس ان هي تشارك في الموضوع. عاوزين نعرف دور الثقافه في توعيه الناس بمرض فيروس كورونا، وهو طبعا موضوع العصر، فايه دور الثقافه هنا والشعراء وكده؟ هي اعتقد ان هي كان ليها باع كبير جدا قوي في الموضوع يعني. تمام. يعني عملت ان لها دور كبير، عملت مخزون حلو قوي كنوع من الميديا والاونلاين الغير مباشر في التعامل مع يعني كورونا. ظهر لها ايجابيات بدل السلبيات بتاعتها. في ايجابيات وفي سلبيات على احنا نعرف. فيها ايجابيات كتير جدا. في اول حاجه علمتنا التعامل مع التكنولوجيا ازاي. يعني احنا كنا كادباء بنروح لازم احنا يعني ليالي مثلا زي رمضان الثقافيه، ليالي رمضانيه كل الشعراء من كل المحافظات بنتجمع في مكان ثقافي زي المعزه او اي مكان تاريخي، وبنعمل الندوات بتاعتنا وبنقيمها، بتبقى بشكل يعني فعلي ومتفاعلين مع بعض كاشخاص. انما الجديد بقى دلوقتي للكورونا عملته لنا ان احنا بقينا نتفاعل مع بعض من خلال الجهاز بتاع الكمبيوتر او من خلال التابلت. بالظبط، عشان الهيئه العامه لاسر الثقافه دكتور احمد عواد ووزيره الثقافه من خلال التواصل دكتوره ايناس عبد الدايم عملوا برنامج تواصل للشعراء او عمل ندوات شعريه اونلاين من خلال التواصل من خلال المواقع التواصل الاجتماعي. ونجحت بشكل رائع جدا جدا على فكره في الموضوع ده. احسنت يا استاذه. اسمعنا نسمع حاجه بقى بما حضرتك شعرك بورسعيد كبيره، فلازم نسمع حاجه النهارده بقى. انا طبعا يعني بما ان الاستاذه شمس اتكلمت عن الشهيد وفعلا يعني واجب علينا جدا ان احنا نذكره في كل طبعاً. وقت وفي كل مكان وفي كل زمن. ففي عدودة كنت كتبتها عن الشهيد، في طبعا في اعمالنا كتير يعني الشعراء أكيد كتير كتبوا أكيد عن طبعاً. الموضوع انا طبعاً. عن نفسي كتبت عن الموضوع. هو موضوع اولا في الاول وفي الاخر انساني ووطني، فبيمسك قوي وبيحس ان انت يعني بيوجع، تحس ان الشهيد اقرب ما يكون لهم وده اقل واجب يعني ومواصله. فكتبت عدوده بتقول قلب الصبيه اتوجع، السهم راح صابه، يمين يجيب الجدع لحضن احبابه، يلم شمل الفروع متفرقه عتابه، بسم الله دمع القلق يا قلبي لعتابه، مريم تهز النخيل تلم بلحاته، تبكي بدمع السما تتخفى بسكاته، تضم عيسى الجميل يشرق لها شلاقه، أبيض بلون الكفن متبسمة شفاته، لبحر تبحر بعيد وتلاقي في أحبابه، وقبل تقبل تراب من عشقها وطانه، لدم ولدي اللي سال متعطرة جداره، حدادي شكل النخيل، حدادي شكل النخيل تزعق بغربانه، تسكن في بق القدر تتهادى بحزانه، يا صعب مين صعبك، يا صعب مين صعبك لفرقة أحبابك، عدى علي اللئيم يتشفى بمصابك، يا ولدي يلي العليل يشفى ومين صابك، عد الخطا ويميل دي الجنة في رحابك، عد الخطا ويميل دي الجنة. الله يسلمك ما شاء الله يا استاذه. شكرا. معانا النهارده الموهبه الواعده الاستاذ ياسر. عاوزين نسمع حاجه وحضراتكم معانا نشوف رايكم وتقيموا الموهبه. اتفضل يا استاذ ياسر. طيب احنا بما اننا في شهر كريم مفترج، فاقل حاجه اقل حاجه بجد الانسان لما بيتمنى يشوف يعني حاجه ما شافهاش في حياته، فبيتخيل وبيحلم ان هو شافها بالفعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ففي حاجه اسمها كان نفسي، فدي اقل حاجه ممكن نقولها ليه صلى الله عليه وسلم. اتفضل عليها افضل الصلاه والسلام. بتقول كان نفسي عيني تشوف ملامحك في الدنيا وافرح ويا فرحك، في الجنه اشوفك وسط اهلك وسط الدعاء والصالحين،
وتشوفني وكأنك عارفني وتبص لي وتنده باسمي واجري عليك واحس اني من اللحظة دي من المؤمنين. خليت في الاسلام مكانك يا رحمة جت للعالمين. يا ريتني عشت معاك زمان حياتي لو مش لك لمين. خليت في الاسلام مكانك يا رحمة جت للعالمين. يا ريتني عشت معاك زمان حياتي لو مش لك لمين. كان نفسي عيني تشوف ملامحك في الدنيا وافرح ويا فرحك. في الجنة اشوفك وسط اهلك وسط الدعاء والصالحين. الله جميله جدا 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 يا رائعه يا جماعه. اسمحوا لي بقى، انا هتكلم بقى بجزئيتي انا. ايوه اتفضل اتفضل. لكن الموسيقى دي طبعا ليها الاساتذه طبعا متخصصين احساسه حلو. احساسه استاذ باسم انطلق ليا، فخلاني اقول حاجه يعني ممكن اقولها معلش اقول حاجه صغيره كده. اتفضل. انا سمع هو قال لي ان هو هيقول الاغنيه دي، فانا من عشق ليها انا ألفت حاجة ارتجالية قبل ما ندخل على طول، فقلت سألوني حب الوفي قلت الرسول الله، سألوني لمن تلجئي قلت لمن لا إله إلا خطى الشفيع مذهبي منين ما أكون وياه، قلبي برضا القدر سلم لأمر الله، كتاب الله بيميني سنة رسولي على جبيني، مهما الدنيا تغريني حب الله يقويني، ماليش غيره يحميني على الصراط يعديني، في جنة الخلد يقويني من حوض النبي يرويني، سألوني حب الوفي قلت الرسول الله، سألوني لمن تلجئي قلت لمن لا إله إلا. أنا سعيدة بوجودي معكم جدا، أطلقتوا كل حاجة. النهاردة النهاردة بسم الله ما شاء الله. طبعا الأستاذة فاتن المسيحيين بعد القيامة لأنها قديمة ومخضرمة زينا يعني على قديم مش هينفع. دول بقى الأجيال المواهب الجديدة يعني إن شاء الله ليكم مستقبل أنتوا الاثنين. إن شاء الله. مطرب بصراحة رائع الصوت طبعا، مفيش نشازات العرب واضحة وجميلة، إحساسه فعلا زي ما أستاذ باسم بيقول رائع. مين مثلك الأعلى النهاردة في المطربين يا ياسر؟ هو والله هو مش حد واحد، هو تحب تطلع زيه يعني مثلا؟ هو في كتير والله، بس يعني الحاجة اللي بتمس القلب قوي اللي هو أكتر حد يعني ناس كتير اللي بيغنوا الالوان اللي هي اللون الانساني الهادي، الاغاني الوطنيه، الاغاني الدينيه، لونه مطلوب اللي جاي على لونه، لونه مطلوب في الوقت اللي جاي بالزبط. احساس الكلمه ان شاء الله الورد بتاعته جميله جدا. وعلى فكره في 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 هنا مزج يعني النهارده الكلمه الحلوه الفن تأدي كله مع بعض بيتكلموا بعضه الصوت حلو. انا بقول لحضرتك هي دي ده برضو ده برضو على فكره ده من صميم الفن برضو تناغم مخرج يعمل لنا الشغل ده طبعا مخرج يعمل لنا الشغل ده يعني هنا هنبيع كلمات هنا 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 هيغني هنا هيخرج هنا ياخد فلوس عشان كده ما ينفعش ان احنا نعمل فقره قضايا وفقره سمعنا صوت كان لازم ان هي تبقى برافو مجمعه زي ما ان شاء الله بس نكون خفاف على الساده المشاهدين باذن الله. لا 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 تحبتك بالدراسه؟ ده اللي انا بسعى ليه حاليا. طبعا الفطره لما تبقى موجوده ما احلاها طبعا ان الواحد يثقلها بالدراسه عشان يبقى متمكن اكتر او كورسات حره اكيد يعني ما هي دي اللي بتكلم فيها. في اونلاين دلوقتي احنا بنتكلم يعني على التكنولوجيا اونلاين فعلا تعليم اونلاين رسم اونلاين تعليم ازاي نغني صح اونلاين. طب ياسر انت لما جيت تخطو خطوه ان انت عايز تنطلق وتوضح للناس انا موهبتي موجوده وعايز الناس تشوفها عايز مين بيدعمك؟ هم اهم حاجه طبعا اهلي ربنا يخليهم لي يا رب بصفه خاصه امي ربنا يخليها لي يا رب وبقول لها تحيه يا رب وبقول لها ده بركه ربنا وبركه دعواتك ان انا في مكان زي كده دلوقتي
بس فتحيه ليها يا رب. في حاجه تانية يا استاذه شمس، بالنسبه زمان المطرب او الفنان كان بيلاقي صعوبه كبيره جدا على بال ما يطلع للجمهور. دلوقتي عندنا برضو السوشيال ميديا، السوشيال ميديا طبعا برضو تاني عن التكنولوجيا. يعني انت ممكن قناتك الخاصه بيك تعمل عليها شغلك وتطلعه للناس وتشوفه مشاهدات. انا بقول ايه دلوقتي، سبحان الله اللي بقت يعني سلعه سهله جدا تروجها لل ايوه. الناس بتسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو كان شعله الطاقه، تتخيليها؟ شعله الطاقات تقولي رئيس جامع طاقه، الرئيس ماله بالموضوع طبعا. يعني الرئيس راجل سياسي بيدير شؤون دوله، ليه علاقته بالفن؟ لا بيشجع الفن والرياضه وما شاء الله. الرئيس كان قاعد دلوقتي يقول لكم انتوا ما تعرفوش، الرئيس قال لكم انتوا ما تعرفوش علاقته بالفن في حاجه. ان المجتمع كله مرتبط كيان يعني واحد. الرئيس دايما لما بيجي يخاطب اي رساله يقول لك انتوا بالظبط. صحيح، كيان صحيح. الرئيس فاهم ان النهارده الطاقه احتواء. دي في احتواء، لما اقفل عليها هقدر اطلع. لا لما اقفل على الطاقه، يعني انا النهارده لما يجي لي شاب عايز مثلا تمام، مطالب مني ان انا اعمل معاه ايه؟ بره ولا لا هتقولي افتح له لما تدخل الباب، هعمل له اعداد ممثل تمام، وهاخد الاعداد بتاعه وابتدي اشوف هو فين. ايوه مش نركب بقى في العلب ولا على جنب، لا نوجهه اقصى حاجه اطلع منه وتغلى على الانسان. اقصى حاجه ان انا اطلع منه ان انا ما اسيبوش معقد بالظبط، يعني مش بالزبط. مجرد لا يا ابني خلاص انا عملت لك كل حاجه فنيه، اطلع بره احبطنا موهبتك بقى نفسيا. ابتدي انا كمان وانا بسيبه تمام، لازم اسيبه بحب، تديله بورقه امل ولا صغير. انت ممكن ما تكونش حلو في التمثيل، بتعرف تغني تمام، طب بتحب الكوره فاهم الفكره، توظيف الطاقه اللي عنده بشكل انت واخد بالك. ما انا النهارده لما اقفل عليه التوجيه السليم بالنسبه للموهبه، النهارده لما اقفل عليه هيقعد على صحيح هيبقى طاقه، هيتحول طاقه سلبيه، هيتحول عشان كده الرئيس اتكلم في الحاجه دي خاطره جدا، وقال لك افتحوا للمواهب المواهب. النهارده فرق كورال، انا اعرف مايسترو اسمها زينب ابراهيم تمام، مايسترو عظيم جدا، مكرسه حياتها للاطفال للمواهب تمام. انت ما تتصوريش شعله النشاط في الانشطه في المدارس بالظبط، في تعزيز بيتعامل لا بشكل رهيب جدا يعني لدرجه ان احنا عايزين وقت ان احنا نعلم الاولاد من كتر الانشطه اللي احنا بنعملها. الاطفال يا استاذه كان عندهم توحد النهارده كورال، النهارده في فرق السم اتعالجوا بالسم والبخم على فكره، اتعالجوا بالفن. كان في العيد بتاعهم احنا عندنا فرقه برفقال. لا ده موضوع كبير، والنور والامل عادي، واوركسترا موسيقيه هايله جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. تفتكر النهارده حضرتك القصيده النثريه فيها اضطهاد، انها اصبحت حاجه فرديه فقط او حريه للفرديه؟ ليه النهارده القصيده النثريه مش واخده حقها؟ هنقول برضو في مصر، بس على فكره في مصر لسه برضو احنا اخدين على القصيده الكلاسيكيه والشكل الايقاع الاعتيادي الرتيب. في ناس مش عايزه لسه تتنصل من الكلاسيكيه بتاعه الشعر. هو جمال الشعريه ان انت تبدعي في ابداعات، بس خلاص انا حاسه ان انا بتكلم من منظوري، انا طبعا مش بعمم، من منظوري ان القصيده الكلاسيكيه خلاص فقدت قوتها. ليه؟ لان في يعني ظروف حياتيه وواقع اجتماعي بحس انه بيصعب التعبير عنه بالقصيده الكلاسيكيه. انا اقول لحضرتك حاجه بوجه عام، كل واحد بيمسك قلم ويقول انا هكتب، بيخرج اللي في قلبه. بيخرج اللي في قلبه. هي بتعبر بشكل او باخر عن الاديب. ايوه بس برضو لو احنا سيبنا زمام الامور كده هتبقى مجرد خواطر، هتبقى مجرد نثريات، هتبقى مجرد يعني ايه ارهاصات داخليه. أيوة. ولكن لازم يكون لها كل حاجه ليها القالب بتاعها، المسمى بتاعها. زي ما مثلا استاذ صفاء سمت ان القصيده نثريه، انت تعرفي ان في من المعادين جدا للقصيده النثريه يقول لك مش قصيده، ما تقوليش قصيده، مش بيعترفوا، فما بيعترفوش اصلا. بس خلي بالكم كل الخلاف والجدل ده في مصر فقط. تمام. احنا في دول عربيه عدت القصيده النثريه بكتير، عدتها كمان يعني بتكتب انواع واشكال مختلفه جدا. اخد من حضرتك بس يعني لو ينفع
قطعه صغيره كده نسريه من حضرتك لو في موجود ممكن تسمعينا عشان بس ناس تفهم معانا اهالينا وناس يفهموا يعني ايه نسريه. القصيده النسريه عموما هي بتديك بالظبط زي فرشه كده وانت بتلوني وترسمي الاشخاص قدامك بتعمل لك دراما بتاعت الاخراج. تمام فهسمعكم قصيده اسمها ماذا لو كنت بلا وطن. بس استاذنك قطعه صغيره بس عشان يعني حاجه عشان انتوا قاعدين تقولوا لي حاجه صغيره مش لاقيها. خلاص مفيش مشكله. لا لا هقول لكم لا تخسريني مرتين او سقوط حر. سقوط حر اتفضل. بتقول على ارفف السوبر ماركت علب فاخره كتب عليها صنع في وفي وبلد المنشا السحريه تبيع لحوما مدخنه وسجائرا تبيع الموت رفاهيه وحلوى تبتز مشاعر ابنة البواب اليتيمة. على الأرفف تباع الأمنيات ويشترى التطلع كوليمة يحلبون الحلق الناشي في كفارسة في غابات العالم الأول. لماذا لا يذكرون عالما ثانيا؟ أحسنتي أستاذة. بنشكر حضرتك وبنشكر حضراتكم وشرفتونا ونورتونا وتحياتي. أنا اللي بشكر على فكرة جدا. أنا اللي بشكركم وبشكر أستاذة صفاء. بشكر أستاذة شمس. بنشكر ضيوفكم. بنشكر حضراتكم جدا ونورتونا. نورتونا والموهبة بتاعتك جميلة جدا تسويق حاج بره وجوه. تحياتي لكل المشاهدين وإن شاء الله تابعوا الفقرة فقرات البرنامج إن شاء الله. تحياتي وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.